Nearly 200 nations have assembled here this week. A declaration that for all the challenges we face, the growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. Let us face it. There is no planet B. لإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر التغير المناخي يجب أن تتبنى البشرية الاعتماد على الطاقة المستدامة، خطوة يمكن تحقيقها لكن فقط في حال أصبحت تلك الطاقة أقل كلفة بكثير. قلة من الدول التي تعي الحاجة الملحة لاتخاذ هذه الخطوة، ونحن من بينها في قطر التي تجني الكثير من خيرات أشعة الشمس المشرقة. Qatar's government plans to convert 2% of its power output to renewable sources by 2020. وبدأت معالم ثورة جديدة في مجال الطاقة الشمسية تظهر للعيان. الهدف لتحقيق رؤية 2030، تلبية 20% من احتياجات الدولة للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. ولكن كيف لنا أن ننجز ذلك على أرض الواقع؟ كيف يمكن لدولة لا تزال حتى اليوم تعتمد على النفط والغاز أن تتمكن من دمج نوع جديد من التكنولوجيا ضمن شبكة توليد الطاقة الكهربائية خلال مدة قصيرة من الزمن؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في ثلاثة محاور رئيسية: القيادة السياسية، الاستثمار، والأبحاث العلمية. تابعونا في جولة وراء كواليس أرقى المعاهد العلمية في قطر لتكونوا شاهدين على ولادة ثورة جديدة في مجال الطاقة المستدامة. معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة معهد تابع لجامعة حمد بن خليفة. في هذا المكان تجري غالبية البحوث في مجال الطاقة الشمسية في قطر بالقرب من المعهد. وعلى بعد عدة أمتار يقع مركز تجارب الطاقة الشمسية، وهو مختبر خارجي مكون من 200 لوح شمسي تمثل 7 تقنيات مختلفة، وهو الأول من نوعه في الدولة. نلتقي بالدكتور نوار رئيس فريق الباحثين في مجال الطاقة الشمسية. المكان هذا هو مرفق تجارب الطاقة الشمسية، Solar Testing Facility. هنا هو عبارة عن مختبر في لوائي الطلق. ماذا نعمل هنا؟ عندنا تقريباً كل أنواع الألواح الشمسية الموجودة في السوق حالياً. فاللي نعمله هو أن نختبر هذه الألواح، يعني كيف يكون مردودها في الأحوال الجوية القطرية. المردود الألواح الشمسية يختلف من مكان إلى مكان نظراً للحرارة، للظروف الجوية، وبالتالي مهم جداً نختبر المردود للألواح في الجو الحقيقي، في الظروف الحقيقية لقطر. تتكون الألواح الشمسية من وحدات صغيرة تسمى بالخلايا الشمسية. عندما تتعرض تلك الخلايا الشمسية لأشعة الشمس تتفاعل مع بعضها لتوليد الطاقة الكهربائية. في المتوسط بوسع كل لوح شمسي تحويل 20% من أشعة الشمس التي تتعرض إليها إلى طاقة كهربائية. السؤال الأهم هو كيف لنا تحسين أداء هذه الألواح بدون رفع كلفة إنتاجها؟ مثل الألواح الشمسية هذه أنها غير مثبتة، هي غير ساكنة ولكن متحركة، ما تدور مع الشمس. لماذا؟ لأن إذا تبعت حركة الشمس فممكن نزيد في الطاقة الإنتاجية نتاعها. فهذه مش خاصة بالتكنولوجيا، هذه ممكن نعمله نفس التجربة بالنسبة لأي تكنولوجيا، يعني الألواح الشمسية نقدر نجعلها متحركة. هذه هي ألواح خاصة، هي تكنولوجيا استحدثت مؤخراً، هي جديدة جداً. هي ألواح ذات وجهين، اسمها بايفيشال بانل. ذات وجهين لأن عندها الوجه الأول يسقط عليه الضوء فينتج طاقة،
لكن كذلك تشوف أن فيه طاقة معكوسة من الأرض تنعكس فوق الأرض. فلو تنظر للوحة من الخلف كذلك هي الوجه يشبه الوجه الأول، يعني معناه ممكن نستخدم الطاقة الشمسية المعكوسة من الأرض لنولد طاقة إضافية، وبالتالي اللوحة هذه تنتج أكبر من مثيلتها الأخرى اللي ذات وجه واحد. فنقدر للطاقة الإضافية تقدر توصل نسبة 30%، بالتالي هذه الألواح راح تكون عندها مستقبل كبير. فيتوقع أن راح تصبح هي المهيمنة المسيطرة في السوق. تمكن علماء المعهد من ابتكار عدد من الحلول الفريدة من نوعها. بدأ العمل في مركز تجارب الطاقة الشمسية منذ 5 سنوات، وبفضل البيانات التي تم جمعها خلال تلك السنوات أصبح لدى الباحثين في المعهد صورة أوضح عن أي من تلك التقنيات هو الأكثر ملائمة لاحتياجات الدولة. الهدف من التجارب اللي نجريها هنا في المكان هذا هو اختبار مردود الألواح الشمسية المختلفة اللي موجودة في السوق. لماذا؟ لأن الألواح الشمسية كيف يكون يتغير مردودها حسب الظروف الجوية، تتغير من مكان إلى مكان. فكان مهم جدا بالنسبة لقطر مثلا أن نعرف لكل تكنولوجيا كيف يكون مردودها في الظروف القطرية، مع درجة الحرارة، الرطوبة، الغبار الموجود. في تحديات كبيرة لتأثر في عوامل كثيرة جوية لتأثر على مردود الألواح. في الجانب الآخر من الدوحة جنوب طريق سلوى في منطقة أم غولينا، عثر علماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مختبر خارجي جديد لاختبار نظرياتهم. إنها مزرعة. لشدة اعتماد هذه المزرعة على الطاقة الكهربائية لغايات الري، أصبح مكاناً مثالياً لاختبار مدى فائدة الألواح الشمسية للمشاريع والأعمال المحلية. فريق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يلتقي اليوم بمالك المزرعة السيد سالم الحبابي لمناقشة الجوانب اللوجستية. It also same place. The sun will be, the sunshine yes, will be. Yes. Can we? Yeah. We'll have a close look. Yeah. So that one, the last one, it will take from 2 to 3 months only. After that, we can remove it, and we will put your plate from there. Oh, I see. Where the screen is at the moment. Yeah, yeah. That tomato. That one is tomato. بناء على فواتير كهرباء الخاصة بالمزرعة. استنتج الباحثون أنهم سيحتاجون إلى 80 لوحاً شمسياً لتلبية احتياجات المزرعة من الطاقة الكهربائية، والآن يتعين عليهم اختيار المكان الأمثل لنشرها. So you see, as I mentioned, the main thing is to look at how far we can put our panels in this area without getting the shade from the trees. And at the end, we have to see also the stability of the electric cables toward that room because the distance. Basically, our mission is to look for how to deploy solar energy in Qatar. Qatar has a good resource of solar, but we are not like tapping on that resource. We have to find the best way to do it. So for this farm, we need 20 kilowatt power output. And for in terms of panel assignment, every panel has an output rating of 250 watts. So in that capacity, we are planning to deploy around 80 panels to be in that range to meet the expected target of 20 kilowatt. We can use panels from anywhere in the world, but Qatar is a bit unique. So we are doing analysis for different kind of technologies. What's the best technology for the Qatar in terms of the humidity, the heat, and the dust? We are looking for these things, and we pick the best one to be installed in this farm.
الخطر المتزايد للتغير المناخي وعواقبه الوخيمة على كوكبنا دفع بحكومات العديد من الدول في شتى أرجاء العالم لإعادة النظر في استراتيجياتها السابقة للطاقة، لتبدأ تدريجياً باعتماد موارد الطاقة الأكثر رفقاً بالبيئة كالطاقة الشمسية. Showed you earlier that we need this energy. So if we're going to need energy, what sort of energy? A depletable energy, fossil fuel, or should we use something else? Do we have the comparative advantage to use the other sort of energy? And I guess most of you by now realize that we do. 300 days of sun. Over the last 7 years, we've made ambitious investments in clean energy and ambitious reductions in our carbon emissions. We've multiplied wind power threefold, solar power more than 20-fold. محطات توليد الطاقة الشمسية بدأت بالظهور في كافة أرجاء الأرض بشكل متسارع، في الولايات المتحدة، تشيلي، فرنسا، الهند والصين، كما أن الدول العربية بدأت تسابق الخطى للحاق بركب هذه القافلة. لكن بعيداً عن فوائدها البيئية الواضحة للعيان، ما الذي يجعل من هذه التقنية أكثر لفتاً للاهتمام من غيرها؟ وما سبب اندلاع هذه الثورة في وقتنا الحالي؟ ما الذي تغير؟ إنها التكلفة بالطبع. The absolute slumping in the cost of producing solar energy. What's behind all of this? If you look at the economics of building a new plant now, solar is half the cost of coal. Georgetown officials say they're making the change because it is more cost effective. 1/5000th part would provide all the energy requirements of humanity. كلفة للطاقة الشمسية أصبحت اليوم في المكان في الوقت اللي نتكلم فيه الطاقة الشمسية أصبحت منافسة للطاقة المستخرجة من الغاز والبترول، بالتالي ما تحتاج الحكومات في المنطقة العربية إلى دعم الطاقة الشمسية، أصبحت منافسة من ناحية يعني ذات جدوى اقتصادية. الكيلووات الساعة كان أقل من 2 سنت دولار، يعني أصبحت فعلا أقل شيء ما من الطاقة المستخرجة من الغاز والبترول. الصين دخلت صناعة الخلايا الشمسية وصناعة السيليكون، فكيلوغرام تاع السيليكون في 2007 كان حوالي 500 دولار، حاليا حوالي 17 دولار. لماذا؟ لأن الإيكونومي أوف سكيل، يعني لأن الكمية الهائلة اللي تنتجها الصين جعلت الأسعار تنخفض جدا، كلفة راح تزيد تتناقص أكثر بفضل البحث العلمي. أنا أعطيتكم مثال، يعني الاختراع المؤخر للوحة بذات الوجهين اللي اختراع صغير جدا عادي يزيد من الطاقة الإيجابية ب 30%، وبالتالي نتوقع احنا كباحثين ان الطاقة الشمسية كلفتها راح تتناقص. كل هذا رائع، لكن ماذا سيحدث عند مغيب الشمس؟ وما العمل في الأيام التي تحجب فيها الغيوم أو التلوث أشعة الشمس؟ أحد الحلول المطروحة هو علم الأرصاد الجوية. باستخدام بيانات الأرصاد الجوية يمكننا تقدير كمية أشعة الشمس التي ستصلنا بشكل يومي، وما أن نتمكن من تحديد تلك الكمية سيكون بوسعنا إطلاع المصادر المعتادة لتوليد الطاقة كمحطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي على كمية الطاقة التي يجب على المحطة إنتاجها. حينئذ يمكن للمحطات العاملة بالطاقة الشمسية والأخرى العاملة بالغاز الطبيعي العمل يداً بيد. So we are at the top of building 2 of the HBKU research complex. This is the building where most of the Curie labs, in fact all of the Curie labs are. The satellite receiver is very important for us for a variety of reasons. Solar forecasting is very important in managing the grid when the grid includes
solar energy generation. Why? Because solar energy is variable. It goes up, it goes down. And to be able to understand when it's likely to go up or go down, it's very important to manage the use of solar energy to provide electricity to people. And particularly when you're mixing it and matching it with electricity that come from standard, you know, gas-fired solar station. Obviously, there are pros and cons in the adoption of renewable energy, in particular solar energy. I think overall, you know, the pros override the cons. You know, for example, on the pro side, certainly a big thing is the environmental gain on the environmental side. You know, every time we use renewable energy, it's CO2, carbon dioxide that we don't produce because we are not burning fossil fuel. Also, there is important economic gains because any gas that we don't use for electricity production, we're using solar energy, we can leave in the ground so that it lasts longer. Also, we don't have the extraction cost, or we can sell. We can sell more. قد يتساءل البعض إذا كانت الطاقة الشمسية شديدة الاعتماد على الأحوال الجوية لتوليد قدر ثابت من الطاقة، لماذا لا نخزنها؟ We love solar because it's free and it's sustainable and it's green, right? The only issue with solar is that there is no sun at night. So if you rely on solar during the day, we have to bridge the gap at nighttime, and that's where we provide the warehouse, right? So we do develop technologies, batteries that provide electricity at nighttime and compensate for the lack of sun at nighttime. قد تبدو البطاريات الشمسية كحل مثالي لهذه المشكلة، لكن كم ستبلغ كلفتها؟ وهل سيكون بوسع هذه البطاريات أن تعمل بكفاءة عالية في ظروف مناخ قطر الصحراوي؟ هذا واحد من الجوانب التي يعمل الباحثون في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على دراسته بكل جهد. I would say energy storage is a challenging area today, but yet with every challenging problem, we have a huge opportunity to make a difference and make an impact. Now, we all use batteries, whether in mobile, laptops, cell phones, but the issue with these technologies have high capital costs, meaning they are too expensive to buy. So our main target is to develop cost-effective batteries that can withstand the harsh environment in Qatar, being especially the heat. We say solar should last for 20 years, right? 20 years is a long time. It's a panel and it has to withstand everything. The battery should do the same. نترك الباحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لأبحاثهم، وننضم للدكتور علي في المزرعة حيث يوشك على البدء في العمل على نشر الألواح في الموقع. Do you know how long is your rail? Yes, 32 meters. 32 meters. Yeah. If we start from there, we start from there. Other side? So, yeah, so we have to go as far as photo from the tree. We start from that corner. Okay. And so better we will measure from here to there than... No, because here we want to stay away from the tree. Yeah, this tree. So when you start from there, maybe you can stop over there. Yeah. 3 meters, 3 meters. This between the two is 2 meters. Just 20 kilowatt? Yeah, 10. Because it's 32 long and 3 meters. 3 meters can take 2 panels horizontally, landscape. Today we are starting the actual work in installing the PV in the farm. Looking at our activities going on as a smart grid team within Kiri,
this kind of project will be the most important projects, because here is where we see the impact of our research. Before, just we are doing some work in the lab. It's fine, we are happy with it, but right now we can show people, and people can put us under like tests whether your work is really beneficial or not. And we can put numbers. By putting these things, we are saving this energy, this much CO2, this much fuel for the country, which could be sold in the international market to get revenue for the country. عندما منح السيد سالم الحبابي الفرصة للاعتماد على الطاقة الشمسية لم يتردد على الإطلاق. البعض من المزارع القطرية ما زالوا يستخدمون الجنريتر العادية، والبعض منهم يدفع رسوم على الكهرباء، وطبعا هي مكلفة بالنسبة لل الدينامو تحت الأرض والغطاسات والإضاءة والباقي الشغلات والسكن. فأنا أنصح أخواني الباقيين أهل المزارع أن يستخدمون الطاقة الشمسية، أوفر لهم، راح يعني يساعدهم كثير، يعني أكثر من 50% يساعدهم في نفقات المزرعة. الحمد لله رب العالمين، توفقنا مع قطر فونديشن، عندهم رؤية وعندهم نية لدعم المزارع القطرية، فهم الحمد لله وقع الاختيار على مزرعتنا أنهم يعملوا عليها تجارب، فهذا أسعدني كثيرا. وأنا قلت لهم المزرعة تحت أمركم، يعني إحنا الحمد لله رب العالمين في الوطن العربي عموما وفي الخليج نمتاز بجو يعني تكون الشمس فيه قوية، فالله سبحانه معطينا طاقة الشمس، يعني ليش ما نستغلها، يعني نستغلها في أشياء كثيرة، يعني الله سبحانه أعطانا الشمس هذه نستغلها، ممكن نعمل منها الطاقة الشمسية ونستخدمها في أشياء ثانية، يعني في بلدين في أوروبا بيتمنوا يشوفوا الشمس، لأن الشمس حياة. In my hand I hold the future of solar power. This is a piece of glass, but on it I have printed a thin film of a man-made mineral called perovskite, which is the fastest improving solar technology we've ever seen. It's everywhere. It's a very common substance, and yet a lot of people don't know anything about it. The key next advancements are ability to make lightweight and integrated solar that will be on any surface you touch without you even knowing it's there. Lightweight and easy to deploy, so that so light, here is another one, it is so light that it can actually sit on top of a soap bubble because it weighs micrograms. You don't even know it's there. Imagine a skyscraper with colorful perovskite tinted windows that shade the interior from hot sunlight by converting it to electricity, reducing the cooling bill while also providing power. البيروفسكايت لم يسبق للغالبية منا سماع هذه الكلمة من قبل، ولكن وراء الأبواب المغلقة في مختبرات الطاقة الشمسية تجدونها على كل لسان. Perovskite is the name of a chemical structure. It's the way atoms are arranged with respect to each other. So it has been like discovered very long in the early 20th century. However, I mean, this term has emerged and became very famous because of these hybrid perovskites that are now being used as photovoltaic materials. I mean, the way the atoms are arranged really enables us to somehow capture the sunlight and transform it into electricity. And this is what makes it really interesting in this case. بسبب قدرته الطبيعية على التقاط أشعة الشمس بكفاءة عالية، من المحتمل جداً أن يحل البيروفسكايت محل السيليكون على قمة هرم تكنولوجيا الطاقة الشمسية. لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة هذه الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، نتجه لزيارة مختبرات معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، حيث تترأس الدكتورة ماري العمل على صناعة الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت واختبارها. So as you probably know, most of the PV installed today is based on silicon solar cell. Silicon solar cells require expensive process and materials.
to reach high efficiency. What we are developing here in this lab is actually an alternative technology based on thin-film solar cells. So instead of having very thick absorber, we're using 1 micron thick layer to absorb the light and convert it to electricity. معدن البيروفسكايت يتواجد في هذه الأملاح المعدنية بعد إذابته في سائل معين يسهل طباعته على أي سطح نريد. So from the ink that we just prepared, we are actually using this machine to print it and make a thin film out of it. So here you can see my colleague installing the cartridge which contains the ink in the machine. And then we will set up the printing parameter to make sure that we get the right property of our film during the printing. So we can print a square, like a continuous thin film, but we can also print any pattern from that. وفي هذه ميزة البيروفسكايت الحقيقية، فلا حاجة بعد الآن لاستخدام ألواح سميكة وصلبة، بل يكفينا فيلم رقيق منها. So we are still at the end of the process. We are still having thin film. So it's typically 1 micron thick thin film, and these thin films are flexible, so can be printed on any flexible process. بكلفة إنتاج أقل من غيرها وسمك أقل، ومع خفة وزنها ومرونتها العالية وتنوع ألوانها، من الممكن نشر هذه الخلايا الشمسية على أي سطح نشاء لتوفير الطاقة التي نحتاجها في حياتنا اليومية كنوافذ منازلنا أو شاشات هواتفنا وحاسباتنا المتنقلة أو حتى زجاج سياراتنا. This sample only contains the very first layer of the solar cell. Then to build the complete device, we need to put on the top of each other several layers. And this is how looks like the final sample and the final device. So you see the color is a bit different, and you see some grids on the top that we use to do the electrical measurement and to characterize the solar cell electrically. بعد مرور عدة أشهر في مزرعة أم غولينا، جميع الألواح الشمسية تم تركيبها أخيراً. نشر الألواح الشمسية قد يوفر على المزارع القطرية الكثير من المال، وخاصة تلك المزارع التي لم يتم وصلها بشبكة الطاقة الكهربائية، فالاعتماد على مولدات الديزل أو تمديد كابلات كهربائية جديدة سيكلف الملايين، ولذا فإن هذه الألواح قد تعد حلاً مثالياً. Welcome to the control room over here. We saw on the other side the PV modules are connected. All the cables from the inverters are coming through some ducts from the underground and they come to be connected over here. Right now we can see this one is already giving 4 kilowatts in this one, and this one is around also 4 kilowatts as well. This one is taking some time, but it will join on scene. So the total power feeding right now, if you just want to get exactly, will be around 4.2 is 8.4 plus 12.2 is around 20.6 kilowatt from this inverter, which is more than sufficient to run the two pumps in the farms. The two pumps consume at most like 10 kilowatts, so this one is more than sufficient for that. الشمس هي المورد الأكثر وفرة للطاقة على وجه الأرض بنظافتها ووفرتها، هي أيضاً المصدر الأقل كلفة للطاقة الكهربائية في العالم بأسره. إذن لما الانتظار؟ فلتبدأ ثورة الطاقة الشمسية لدينا من الآن.